بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة، أيتها الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في محاضرات مادة العقيدة، وقد وصلنا في المحاضرة السابقة إلى مسألة الصفات السلبية. عرفنا الصفات السلبية بأنها تلك الصفات التي معناها نفي العيب عن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل نفى عن نفسه أشياء لا تليق به تعالى في سورة الإخلاص، فقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه المسائل هي تدرس في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو مسألة الألوهية، وكنا قد شرعنا في المحاضرة السابقة في ذكر الصفات السلبية، وقلنا هي خمس صفات مأخوذة من سورة الإخلاص. نبدأ مع الصفة الأولى من الصفات السلبية، وهي صفة القدم. القدم يطلق لغة وبمعنى الشيء المتقدم في الوجود على غيره، ويطلق القدم في حق ما ليست له بداية أو ما لم يسبق بعدم. أما القدم الأول فهو قدم المخلوقات، لأن المخلوقات وإن كانت قديمة لكنها لها بداية، ولهذا قال تعالى واصفا العرجون القديم، قال وهو يصف القمر، قال: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو العرجون الذي مرت عليه سنة أو سنتين، فهو قد يبس واصفر وانحنى، فهذا شكله. أيضا قال أبناء يعقوب عليه السلام: تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي أنك بديت تنسى، وهذا النسيان ليس جديدا وإنما منذ فترة. وهذا المعنى يقوله الإنسان: أنا عندي بيت قديم، أو هذا ثوبي القديم، أو هذا سيارتي القديمة، فيقصد بها الأشياء التي سبقت غيرها. لكن القديم بالنسبة للمخلوق هو ما وإن كان متقدما أو سابقا لغيره في الوجود لكن له بداية. أما صفة القدم بالنسبة للباري سبحانه وتعالى فهي ترادف صفة الأولية، ولذلك معنى القدم هو سلب العدم السابق على الوجود، سلب العدم السابق على الوجود، أو بتعريف آخر وعدم ابتداء الوجود. فنحن قلنا الله موجود، فهذا الوجود هل سبقه عدم؟ وعندئذ يكون الوجود له نقطة بدأ منها. هذا وجود المخلوقين، وجود المخلوقات، وجود الحوادث. أما وجود الله عز وجل فليس له بداية، وبالتالي لم يسبق بعدم، فلم يكن معدوما ثم وجد. فالباري سبحانه وتعالى ننفي عنه العدم الذي يسبق وجوده سبحانه وتعالى، أو عدم ابتداء وجوده. فنقصد بالقدم هو انتفاء العدم السابق للوجود. والإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية قال: قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. فقال قديم، واحترازا من أن يمكن أن يفهم القديم الذي يسبقه ابتداء أو يسبقه عدم، عفوا، والقدم الذي له ابتداء وهو قدم المخلوقين، فنفاه عن الباري سبحانه وتعالى. وطبعا صفة القدم هذه من الصفات التي نفت عن الله كل صور العدم الذي يسبق وجوده سبحانه وتعالى. ودل على القدم أدلة كثيرة، هناك الأدلة النقلية بمعنى الوحي دل على ثبوت صفة القدم، فقوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن في سورة الحديد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول بمعنى القديم،
وأيضا جاء في السنة في حديث يرويه أبو داود عن سيدنا عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فسلطان الله عز وجل ليس له بداية، ومع هذا استعمل لفظ القديم، لأن هناك من يتحرج من إطلاق صفة القدم على الله عز وجل، يقول نلتزم بما جاء في النص بمعنى الأول، فالله هو الأول، فليس من أسمائه القديم، ولكن من صفاته صفة القدم سبحانه وتعالى. هذا الدليل النقلي، وأجمعت الأمة على إثبات ذلك. الدليل العقلي، لو أن إنسان لا يريد أن يسلم لنا بالدليل النقلي الآية أو الحديث ويريد منا دليلا عقليا مقنعا، نقول لو لم يكن الباري سبحانه وتعالى قديما لكان حادثا، أي إن بين القدم والحدوث علاقة تناقض، بمعنى من هو قديم لن يكون حادث، ومن لم يكن قديما فهو حادث بالضرورة. فنذهب إلى فرضا أننا ليس بقديم، إذن سيترتب على ذلك يستلزم أن يكون حادثا، والحادث يحتاج إلى محدث، وهذا ينافي الوجود الإلهي. إذن لو لم يكن الباري قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا احتاج إلى محدث سبحانه وتعالى. طبعا مسألة الحادث والحدوث والقدم وتسلسل الحوادث، لا بد أن نتكلم عن بطلان شيء ينكره العقل، وهو التسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا تكلمنا عنه في مسألة الوجود، لأن الحادث يحتاج إلى محدث، كل حادث بمعنى كل من لم يكن موجود ثم وجد يحتاج إلى موجد أوجده. فلو كان المحدث أيضا هو حادث لاحتاج بدوره إلى محدث آخر، ولو كان الثاني حادثا لاحتاج إلى محدث، وهنا تتسلسل الحوادث ومحدثاتها سلسلة طويلة. العقل يقول لا بد أن تنتهي السلسلة. ما معنى أن تنتهي السلسلة؟ العقل لا يؤمن بشيء اسمه ما لا نهاية، حتى ما لا نهاية التي اصطلع عليها أصحاب الرياضيات هو اصطلاح، ولكن العقل لا يسلم بشيء ليس له نهاية. الطريق مهما كان بعيدا، مهما كان موغلا، لكن عقلك يقول له نهاية. أي طابور تراه، طابور للحشرات أو للزواحف أو لبعض المخلوقات، وإن عجزت عن الوصول إلى نهايته لكن العقل يقول عنده نهاية. ولهذا التسلسل إلى ما لا نهاية شيء يرفضه العقل، فلا بد أن يبطل التسلسل إلى ما لا نهاية. أيضا العقل يبطل شيء اسمه الدور، والدور عند المناطق هو أن يتوقف وجود الشيء على موجد، ويتوقف وجود الموجد على الشيء الأول، وهذا أصغر دوائر الدور، بمعنى ألف يحتاج إلى باء، ألف محتاج إلى باء حتى يوجد، وباء أيضا محتاج إلى ألف حتى يوجد، هذا يرفضه، لأن إذا كان ألف هو علة لباء لا بد أن يكون ألف متقدم على باء، فكيف يكون الشيء علة ومعلولا وهو بينهما تقدم وتأخر ولو كان زمنيا أو ترتبيا. كذلك إذا قلنا ألف يحتاج إلى باء، وباء يحتاج إلى جيم، وجيم يحتاج إلى ألف، هذا مرفوض، لأننا غلقنا الدائرة، هذا يسمى الدور، أي رجعنا إلى نفس النقطة. هذه السلسلة، إذا قلنا مثلا هذه البيضة أنتجت هذه الدجاجة، وهذه الدجاجة باضت هذه البيضة، مستحيل، هذه البيضة أنتجت هذه الدجاجة، هذه الدجاجة تنتج بيضة أخرى، لن تنتج البيضة الأولى، لأنه إذا أنتجت البيضة الأولى رجعنا إلى الدور، والدور هذا مرفوض لأن العقل يرفضه. فالحوادث يستحيل أن يكون الشيء محدث لنفسه،
ويستحيل أن يكون الشيء محدث لغيره، والمحدث له هو ذات الشيء الأول. إذن لو لم يكن الباري سبحانه وتعالى قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث سبحانه وتعالى. الصفة الثانية هي صفة البقاء، والبقاء إذا كان الحدوث ننظر فيه إلى بداية الوجود، فالبقاء هو نفي العدم اللاحق. نحن ذكرنا أن الموجودات كلها عندها بداية وعندها نهاية، أي مسبوقة بعدم ومتبوعة بعدم. فإذا نفينا العدم الذي يسبق لابد أن ننفي العدم الذي يلحق. القاعدة أن كل شيء له بداية له نهاية، كل ما سبقه العدم يلحقه العدم. إذن بالضرورة من لم يسبقه العدم وهو الأول سبحانه وتعالى لن يلحقه الفناء. فنقصد بالبقاء هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود، أو هو عدم انتهاء الوجود، بمعنى أن يكون الوجود أبديا سرمديا متصلا. قال الإمام الطحاوي: دائم بلا ابتداء. فالله عز وجل قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فالقدم هو انتفاء العدم اللاحق للذات أو الصفات. ونحن قلنا أن الموجود أو الحوادث ذوات وصفات، فعندنا بعض الذوات ستبقى لكن صفاتها تزول، وهنا لحقها نوع من الفناء. فمثلا الورقة البيضاء إذا لونتها أين البياض؟ ذهب البياض، فني البياض وحل محله السواد أو لون آخر. الغرفة مضاءة، فإذا أنا أزلت الضوء أطفأت الضوء فهنا الإضاءة زالت وحل محلها وصف آخر، أصبحت الغرفة مظلمة. فالغرفة بقيت لكن وصف الإضاءة انعدم، زال وحل محله وصف آخر. فنحن عندما ننفي عن الله عز وجل العدم بكل صوره، سواء نفي العدم المتعلق بالذات أو نفي العدم المتعلق بالصفات، فالله عز وجل بصفاته سبحانه وتعالى لن تزول صفة من صفاته جل في علاه. دل على ثبوت صفة البقاء النص أو النقل، نقول النقل نقصد به الوحي بمعنى القرآن أو السنة. ففي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة تتكلم عن البقاء أو الآخرية. ففي سورة الحديد الله عز وجل قال: هو الأول والآخر. الأول تكلمنا عنها، الآخر أي الباقي سبحانه وتعالى. وأحيانا يستعمل كلمة الباقي، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، المفسرون كما نقل عنهم ابن الجوزي وغيره قال المفسرون معناه ويبقى ربك سبحانه وتعالى. ومن السنة أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. طبعا هذا جزء من حديث طويل، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء. الحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد رضي الله عنهما. والدليل على ثبوت صفة البقاء بالنسبة للباري سبحانه وتعالى من الناحية العقلية، نقول لو طرأ عليه العدم، لو افترضنا، طبعا نحن نفترض زوال هذه الصفة وننظر أين نصل، فإذا وصلنا إلى مستحيل عقلي لم يبقى إلا أن نثبتها. لو فرضا لو طرأ عليه العدم لن تفل قدم، لأن كل ما جاز عدمه استحال قدمه، كل من له بداية له نهاية، هكذا العقل يقول. هذا 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 قانون إلهي مركب فينا، فكل شيء عنده بداية له لابد له من نهاية.
الآن إذا فرضنا أن له سبحانه وتعالى نهاية ستكون له بداية، وبالتالي نفينا عنه القدم ونحن قد أثبتنا القدم له سبحانه وتعالى. نفي البقاء لله عز وجل عن الله عز وجل هو سلب لصفة الوجوب الواجب لله عز وجل. صفة الوجود الواجب، عفوا في خطأ في المطبوعة، نفي البقاء هو سلب لصفة الوجود الواجب. نحن قلنا أن الله موجود ووجوده من ذاته ووجوده واجب، بمعنى ليست له بداية وليست له نهاية. فلو فرضنا أن البقاء بالنسبة لله عز وجل هو بقاء محدود يلحقه العدم، عندئذ سنقع في تناقض عقلي. الإمام السنوسي في أم البراهين في كتابه قال: وأما برهان وجوب البقاء لله تعالى فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، لكون وجوده حينئذ جائزا لا واجبا، والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا، فكيف وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى وبقائه. الصفة الثالثة صفة المخالفة للحوادث. المخالفة للحوادث، قلنا الحوادث نقصد بها المخلوقات، لأنها كلها لم تكن موجودة ثم وجدت. كل من كان غير موجود ثم وجد يقال له حادث، أي حدث وجوده، فتجمع على الحوادث. فالحوادث ما سوى الله، الكون كله، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطيور، عالم الجمادات، عالم النباتات، عالم البحار، كلها تسمى الحوادث. كل هذه الله يخالفها، وعندما نخالفها أي الله، ليس بإنسان وليس بجسم وليس بهواء وليس بماء وليس بحجر وليس بسماء وليس بشمس وليس بقمر، وستظل تنفي عنه سبحانه وتعالى. نلخص: ليس فنقول المخالفة للحوادث. ونقصد بالمخالفة للحوادث أي نفي المشابهة في الذات والصفات والأفعال. فنفي المشابهة بين الله والمخلوقات في الذات والصفات والأفعال. المشابهة هو وجود شيء مشترك بينهما، فالذات لا تشبه الذوات، ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات. فالذوات عندنا نعرف بعضها طبعا ونجهل، فنعرف أن الذوات مثلا أنها أجسام، عندنا أجسام مادية بالنسبة للمخلوقات المادية. نعلم أجسام أو ذوات الملائكة، نعلم ذوات بعض المخلوقات الأخرى وإن كانت ليست أجساما مادية، قد تكون طاقة، قد تكون هواء، قد تكون حرارة، قد تكون عالم آخر الله لا تشبهه هذه المخلوقات ولا يشبه بها لا في الذات. أيضا الصفات، يطلق على بعض المخلوقين صفات، فنقول الريح عندها قدرة، فالريح له قدرة، النار لها قدرة، النار لها قدرة على أن تحرق، النار لها قدرة على أن تدفع. الإنسان عنده قدرة عقلية وقدرة مالية وقدرة بدنية، والله قادر، فالله له قدرة، فقدرة الله لا تشبه قدرة ما سواه سبحانه وتعالى سواء من البشر أو من المخلوقات الأخرى. وهكذا إذا وردت لنا أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى ينبغي أن ننفي المشابهة بين صفاته وبين صفات المخلوقين. إذن كذلك الأفعال، بعض المخلوقات تفعل والله يفعل، ولكن أفعاله سبحانه وتعالى تختلف. ولهذا إذا نسب إلى الله وصف ينبغي أن نستحضر في ذهننا أن هذه الصفة لا تشبه صفات المخلوق. وإذا نسب إلى الله فعل كخلق ورزق وأمر ونهى وما جاء في بعض الآثار الأخرى كعجب وفرغ وضحك وما يشبهها،
فسنفرغ لكم أيها الثقلان. الفراغ بالنسبة للإنسان أو تفرغ بالنسبة للإنسان له معنى، الفعل عند الإنسان. الضحك بالنسبة للإنسان له معنى، الكلام بالنسبة للإنسان له معنى نفهمه، لكن كلام الله وضحك الله وعجب الله، إن الله عجب من صنيعكما البارحة كما جاء في بعض الأحاديث. العجب بالنسبة لنا نفهمه، هذا فعل أو انفعال يقع في النفس البشرية، يدخل في دائرة الأفعال، يعني هناك أفعال وهناك انفعالات. الأفعال ما يصدرها الإنسان بناء على إرادة، أما الانفعالات هي بعض ما يصدر من الإنسان من أشياء ربما تخرج منه بدافع حالة الخوف أو حالة الحيرة أو حالة الارتباك، هذا يسمى فعل، لكن في النهاية هو فعل. فهذه لا تشبه أفعال الباري سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، وهذه من أمهات الصفات، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. والعلماء قالوا لم يقل ليس مثله شيء، هو لم ينفي المثيل، وإنما بالغ في نفيه فقال ليس كمثل الله شيء، حتى المثل لا يوجد موجود، ليس موجودا. ولهذا هنا جيء بأداتين من أدوات التشبيه وهي الكاف والمثل. فلو قال ليس كالله شيء، أو قال ليس مثله شيء، لأدت المعنى، لكنه أتى بالكاف والمثل ليبالغ في نفي المشابهة بينه وبين سائر المخلوقات. كذلك قوله تعالى في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفؤا أحد. فالله عز وجل نفى عن ذلك. أيضا في السنة ما رواه أبو العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. وقال ابن حجر، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أخرجه الترمذي والطبري، وفي آخره قال: لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا يورث، وربنا لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفؤا أحد، شبه ولا عدل. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلا قال: هذا أصح، وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم. إذن هذا سند يشرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يفسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الدليل العقلي على نفي المشابهة بين الله سبحانه وتعالى وسائر المخلوقات، نقول: لو مثل الله شيء من الحوادث لكان حادثا، فسيحتاج إلى محدث وهو محال. المشابهة معناها الاشتراك في بعض الصفات، المشابهة، إذا قلت أنا أشبه كذا، إذن هناك شيء مشترك بيننا، فأقول فلان كالأسد، في ماذا؟ في الحيوانية؟ لا، لعل في الشجاعة. بين الإنسان والحيوان مجموعة من الصفات المشتركة، فكلاهما كائن حي، وكلاهما له ربما من الثدييات، وأيضا فيه بعض الصفات المشتركة بينهم. لكن لو قال إنسان فلان كالجدار، الجدار أصم، ليس كائنا حيا، ولكن سأجد بينه وبين الجدار صفة مشتركة، مثلا في الصلابة أو في الارتفاع أو في الشموخ. فإذا قال أنا فلان كالشمس، في ماذا؟ بينهما صفة مشتركة. فإذا قلت الله يشبه خلقه، في ماذا؟ بينهما صفة مشتركة. قالوا: وهناك صفة تشترك فيها جميع الحوادث وهي الحدوث. القاسم المشترك بين سائر المخلوقات أنها لم تكن موجودة ثم وجدت. فنحن نشبه عرش الرحمن في كونه مخلوق، نحن نشبه الجنة في كون الاثنين نشترك في هذه الصفة،
فعندما تنعدم جميع الصفات المشتركة بين المخلوقات أو بين الحوادث، ستظل صفة قائمة مشتركة بين الجميع، وهي أن الجميع حادث لم يكن موجودا ثم وجد. إذن لو قلنا أن الله يماثل بعض خلقه سيشاركهم في هذه الصفة، وعندئذ يصير الله حادثا. ولو كان الله حادثا لاحتاج إلى محدث، وهنا نرجع إلى صفة القدم التي أثبتناها وقلنا أنه موجود قديم باقي، ليست له بداية وليست له نهاية سبحانه وتعالى. الإمام الطحاوي يقول في عقيدته: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. الصفة الموالية الغنى المطلق، صفة الغنى المطلق، الغنى بأنه غير محتاج، وعدم الاحتياج بالنسبة للمخلوقين نسبي، فأنا غير محتاج. الإنسان لما يكبر لا يحتاج إلى أمه، لأن الطفل الرضيع يحتاج إلى أمه، فعندما يشب ويكبر يستغني عنها. أنا الآن محتاج إلى الكرسي حتى تستوي جلستي، فأنا لا أستطيع أن أجلس إلا بناء على وجود الكرسي. أنا محتاج إلى الهواء، أنا محتاج إلى الضوء، أنا محتاج إلى أشياء كثيرة، فأنا مفتقر إليها. فالباري سبحانه وتعالى غني، غنى مطلق عن جميع المخلوقين، فهو لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يسميها بالقيام بالنفس، القيام بالنفس، وهو أن الله تعالى مستغني عن كل شيء. طبعا مستغني عن خلقه، مستغني عن الولد، مستغني عن الزوجة، مستغني عن الأب، مستغني عن الملك، لا يحتاج إلى شيء، إلى درجة أنه مستغني عن المحل، ومستغني عن المخصص، وعن جميع الأشياء. لماذا ذكرنا المحل والمخصص؟ لأن سائر المخلوقات تحتاج إلى محل تحل فيه. نحن نعلم أن الذوات تحتاج إلى محل، ولا يمكن أن يشغل المخلوق محلين في وقت واحد، إذا شغل محلا خلا منه بقية المحال. أيضا محتاج إلى الحيز، المكان الذي، وهذا تعريف الجسم، قال الجسم هو المتحيز، أي ما يشغل حيزا محلا معينا. يحتاج الإنسان إلى المخصص. ما معنى المخصص؟ الإنسان قبل أن يوجد، دعوني أضرب مثال بالإنسان، الإنسان قبل أن يوجد مرشح أن يولد ذكرا أو أنثى، مرشح أن يولد في سنة أو قبلها أو بعدها، مرشح أن يولد بوزن أو بوزن آخر، لكنه عندما خرج خرج ذكرا على سبيل المثال، فالذي خصصه بالذكورة دون الأنوثة هذا مخصص، لأنه قبل أن يوجد كل الاختيارات بالنسبة إليه ممكنة. قبل أن يولد يمكن يكون ذكر ولا أنثى، لكن جاء ذكر ولم يأتي أنثى، أو العكس. كان يمكن أن يولد بوزن كيلو أو كيلو نصف أو كيلو 700 أو 2 كيلو أو 2 كيلو أكثر، كل احتمالات خيارات. وإذ بهذا المولود يولد مثلا يزن 2 كيلوغرام، إذا خصصه بأحد الممكنات. هذا الإنسان قبل أن يولد يمكن يولد في الليل، في النهار، في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في أول السنة، في الشهر، في كلها اختيارات ممكنة. وإذ به يختار له زمان معين وظرف معين من ليل أو نهار ولحظة معينة الذي خصصه، هذا مخصص. إذن كل مخلوق، كل حادث يحتاج إلى مخصص. الباري مستغني، لا يحتاج إلى مخصص سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل مستغني عن المكان، عن الحيز، وقيامه بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذات يحل بها، كما تحل الصفة بالموصوف، لأن هناك آخرون يقولون بأن طبعا خاصة المسيحيين يعتقدون أن الكلمة أو أن جزء من الله أو أن الله أو أن الكلمة أن روح الله حلت في عيسى، احتاجت إلى محل، أنهم لا يتصورون أن الإله يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى محل يحل فيه. إذن نحن نؤمن بصفة الغنى المطلق له سبحانه وتعالى. ومن أدلتها
قوله تعالى الله الصمد في سورة الإخلاص. الصمد أي الذي يحتاج إليه الجميع وهو لا يحتاج إلى أحد، الذي يصمد إليه في الحاجات، يلتجئ إليه الجميع في الحاجات. أيضا قوله تعالى والله هو الغني الحميد. دليل صفة الغنى المطلق أو القيام بالنفس قوله تعالى الله الصمد. الله الصمد أي الذي يلتجئ إليه الجميع، يحتاج إليه الجميع، يصمد إليه في الحاجات وهو مستغني عن الجميع. قوله تعالى والله هو الغني الحميد، هناك نصوص كثيرة دالة على ذلك. قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه أبو داود والترمذي من حديث زيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. أيضا حديث أبي داود المروي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دعاء له في الاستسقاء لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. إذن نصوص كثيرة تتكلم عن الغناء بالنسبة للباري سبحانه وتعالى. الدليل العقلي على ثبوت هذه الصفة أن الاحتياج إلى الغير ينافي القدم. المحتاج هذا نفي لصفة القدم التي أثبتناها، لأن الاحتياج للغير هو علامة من علامات الحدوث، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، وقد ثبت وجوب قدمه وبقائه سبحانه وتعالى. الصفة الخامسة الوحدانية، ومعنى الوحدانية هي نفي التعدد والتجزؤ عن الله تعالى. إذا قلت الوحدانية من الكلمة الواحد، الواحد هو ما ليس بمتعدد، عندي واحد وعندي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إلى آخر الأرقام إذا كانت لها نهاية، هذه كلها أعداد، اثنين ثلاثة. هناك من اعتقد أن الله اثنين، كان ديانات في تسمى الديانات الثانوية التي تؤمن بثنائية الإله، هناك الذين يقولون إله ثلاثة كما المسيحيين وبعض أصحاب الديانات الأخرى، هناك من قال إله أربعة، هناك من قال خمسة، هناك من قال ستة، لأنهم فتحوا باب التعدد. فنحن ننفي عن الله التعدد، الله ليس اثنين، الله ليس ثلاثة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الواحدية هو نفي التعدد، الأحدية هو نفي التعدد والتجزؤ. ما معنى التجزؤ؟ إذا قلت أنا عندي كتاب واحد، أي ليس له، لا يوجد عدد من جنسه، ما عنديش كتابين، لكن هذا الكتاب في ذاته هو مجموعة عناصر، هو مئات الأوراق، مئات الأجزاء، في القسم طالب واحد، فأنا نفيت أن يكون هناك طالب ثاني أو ثالث. لكن إذا نظرت إلى كيانه سأجد أن كيان هذا الطالب هو مجموعة عناصر، فهو وإن لم يتعدد ولكنه مركب، وكل ما هو مركب هو قابل للانقسام والتجزؤ. إذن ستأتي الكثرة من حيث الانقسام، فالله عز وجل ننفي عنه التعدد وننفي عنه التجزؤ، وهذا معنى الوحدانية التي نثبتها له سبحانه وتعالى. فذاته لا يوجد لها ثاني ولا ثالث، وذاته غير قابلة إلى التبعض، إلى أن تكون مجموعة أبعاض أو أجزاء. فالواحد ما ليس بمتعدد، والأحد ما ليس بمتعدد ولا متبعض، متبعض أي من البعض الجزء. الدليل على ثبوت دليل صفة الوحدانية بالنسبة للباري تعالى أدلة كثيرة
كقوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله تعالى وإلهكم إله واحد. الدليل العقلي مأخوذ من آيات ثلاثة، وهي آيات ناقشت استحالة وجود أكثر من إله. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو يكون هناك أكثر من إله مع الله سيقع الفساد. كيف يقع الفساد؟ الله عز وجل يقول للناس هل تقبلون أن الأسرة يكون لها أكثر من رب للعائلة؟ هل تقبلون للإدارة أن يكون لها أكثر من مدير؟ هل تقبلون أن المملكة يكون لها أكثر من ملك؟ تخيل لو أن سيارة أو طائرة أو سفينة أو أي مركب تجعل لها قائدين، سيقع الخلاف بينهما، هذا يريد أن يديرها يمين والآخر يريد أن يديرها الشمال، الآخر يريد أن يسرع الآخر يتوقف، سيقع الفساد. هنا يقع الانسداد، يقع أن أحدهما يعطل وظيفة الآخر، وهذا هو الفساد. هذا الذي سمى العلماء دليل التمانع، أي كل واحد يمنع الثاني بقصد أو دون قصد، لأن التعدد يستلزم التمانع. إذن قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان مع الله آلهة أخرى سيقع الصراع بين الآلهة، وهذا الصراع الذي يكون بين الآلهة سيؤدي إلى أن أحدهما يريد أن يغلب الآخر، يريد أن يقهر الآخر. قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. القاعدة في المخلوقين إذا وقع هناك أكثر من إذا وجد أكثر من ملك في المملكة أو أكثر من مسؤول سيقع الصراع بينهما. الصراع يؤدي إلى إحدى نتيجتين، إما أن يقهر أحدهما الآخر ويتفرد بالقيادة، أو أن المملكة تنقسم، أو أن السلطة تنقسم بينهما، وهذا هو الحاصل في سياسات البشر كلها. وهذا هو الحاصل في سياسات البشر كلها. بهذا نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.